يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم. ثلاث صفات عظيمة: على الدين ظاهرين، يفتخرون بدينهم، يتشرفون بنسبهم إلى الإسلام، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم. فلو أن العرب والعجم، لو أن دعاة حقوق الإنسان، فلو أن كل الأرض خذلتهم لا يلتفتون إليهم، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، يأتي أمر الله وهم على هذا الحال. أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.